نداء أممي طارئ لتوفير 110 ملايين دولار لإغاثة المتضررين من زلزال أفغانستان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. دوجاريك قال إن هذا النداء الجديد هو جزء من خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 4 مليارات دولار فاصلة 4، لكنها تعاني من نقص كبير في التمويل بما يزيد قليلا عن الثلث. ولفت إلى أن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث قرر الأسبوع الماضي صرف 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للمساعدة في دعم المراحل الأولية من المساعدات الموجهة للشعب الأفغاني، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، بلغت أكثر من 1500 قتيل ونحو 2000 مصاب.